طب احنا معانا عزة صح؟ يا عزة، الو، سلام. طيب نكمل كلامنا تاني بقى عن برج الميزان. الميزان. من الصفات برضو المهمة في الميزان ان هو شخص صاحب الفرصة الوحيدة. يعني ايه الفرصة الوحيدة دي؟ يعني الميزان ما بيديش فرصة مرتين. دي بقى فعلا. الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش عن برج الميزان. اذا ادالك فرصة اول مرة وفتح الباب من قلبه بجد، ايا كان طبيعة العلاقة بينه وما بين الشخص اللي قدامه، وهو ما قدرهاش، بيقفل الباب وبيتعامل انك ما كنتش موجود في حياته اصلا، سواء بقى وظيفة، شغل، علاقات، ناس، خلاص بينهي. عشان كده هما دايما الصفة اللي بتتقال عن برج الميزان انه بياع، دي يعني دايما يقول عليه ده برج بياع، لانه عنده المقدرة انه يخرج الناس من حياته ايا كان يعني غلاوتهم، وعنده المقدرة انه يعمل مثلا، ممكن يبقى شغال وظيفة بقاله 15 سنة، اوكي في لحظة عادي جدا ممكن ينهيها ويروح يبدأ حاجة تانية من الأول خالص. خالص. الطبع الهوائي بتاعه بيخليه عنده قدرة على المرونة أعلى، وبيتأقلم مع الحاجات وبينسى المراحل اللي قبل كده وبيكمل. فدي من الحاجات برضو اللي الناس ما تعرفهاش عن برج الميزان. طيب هل في خريطة طريق مع رجل وامرأة الميزان؟ تعالي نبدأ بالرجل. أوكي، خريطة الطريق لرجل الميزان أكيد من الست، يعني مراته تعامله إزاي، خطيبته تعامله إزاي. لازم تعرف ان هي بتتعامل مع دون جوان، كانت بتتعامل مع حسين فهمي، رشدي اباظة ياه جدا، صحيح، ده إذا كان فيهم عمرو دياب والكينج منير يعني خلاص. يحبوا جدا اللي يقدر. اولا هو ما يعرفش يتعامل مع اي شيء ما فيهوش جمال، اوكي، فهو يحب البيئة اللي هو عايش فيها كلها تبقى جميلة، الست اللي معاه، ولاده، كلهم يبقوا طول الوقت بيلمعوا بمعنى الكلمة. هو طول الوقت يحب الست اللي مهتمية بأناقتها واللي مهتمية بأناقته جدا. هو حساس جدا وبيزعل، يعني نقدر نقول عليه ساعات بيبقى قماص، تمام، وده يعني ده طبع شويه في الابراج الهوائيه، تمام. شيرين غنت اغنيه سيدنا القماص، تمام. فهو كمان من الحاجات اللي بيحبها جدا ان هو الست اللي قدامه تهتم بيه زياده. بس هو مشكلته في علاقاته مع الناس ايه؟ ان انا لو خضت معركه، انا مش هاخد معركه عشانك، انا هحاول طول الوقت ان اخلي الناس كلها مرضيه. ودي من الحاجات يعني مش هيجي في صفك ضد حد تاني خالص، ما يقفش وهيرضي حاسم. جميع الأطراف. يعني مثلا مش زي الأسد، مش زي العقرب، مش زي العذراء، لا، يعني اللي هو ايه، خلينا طول الوقت ايه، كلنا حلوين ومبسوطين مع بعض. ودي من عيوب راجل الميزان، انه بيفضل دبلوماسي، بيدور حتى على حل يرضي جميع الأطراف من غير ما يخسر طرف على حساب طرف. بالظبط، بيبقى حتى في المواقف اللي محتاجة حسم بيفضل دبلوماسي، لكن مش سلبي. لكن لا مش سلبي، لكن انا هريح الكل. اوكي. ليه؟ لان هو ما بيحبش يبقى فيه صراعات. برج الميزان طبع ما بيحبش يبقى عايش في حياه فيها صراع. اوكي. ويمكن ده احد اسباب ان برج الميزان اوقات كتير بينسحب من اي حاجه. ليه؟ لان هو بطبيعته برج مش عايز مسالم، خناقات، مش عايز مشاكل. ما بيحبهاش. فراجل الميزان اي حاجه هتبقى فيها دوشه، لا، خلينا ايه، كلنا مبسوطين مع بعض. طيب